نروح لزميلتنا روزان نصر من أهل مدينة نصر، نتعرف منها بقى على آخر الأجواء هناك في أهل مدينة نصر. تفضل يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد، تغطيه جديده اكيد يعني من النادي الاهلي فرع مدينه نصر، علشان انقل لحضراتكم اجواء ما قبل مباراه النادي الاهلي مع الهلال السوداني من بطوله طبعا دوري ابطال افريقيا. خليني اقول مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، الكل طبعا بينتظرها منذ وقت، خليني اقول من ساعه ما دخلت الحقيقه، في توافد كبير جدا ومستمر وفي تزايد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي. الكل يمكن موجود منذ الصباح الباكر، يعني خلينا اقول كمان عائلات الاعضاء هنا يعني قاموا بتناول وجبه الافطار يعني هنا في النادي، اكيد لحجز مقاعدهم من امام شاشه العرض الرئيسيه، اكيد لمتابعه النهارده المباراه. مباراه مهمه ممتعه وصعبه في نفس الوقت. خلينا اقول كمان الامن موجود في كل مكان يعني لتنظيم هذا التزاحم الموجود، خصوصا لكبار السن وللاطفال. خلينا اقول الكل هنا بيدعم وبيشجع النادي الاهلي، الكل هنا لابس تيشرت النادي الاهلي وبيقول يلا يا اهلي، الكل هنا كمان مشغل يعني الاغاني المرتبطه اكيد بتشجيع النادي الاهلي، وكلنا بنقول يلا يا اهلي يعني للعبور طبعا لدور الثمانيه. كل التوفيق طبعا اكيد للنادي الاهلي، ونرجع طبعا بعد المباراه نحتفل بالفوز معاك يا كابتن ايمن ومع المشاهدين. بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. شكرا جزيلا زميلة العزيزة روزان النصر. يمكن زي ما في جمهور في المدرجات، في جمهور كمان في فروع النادي الاهلي المختلفه، وشفنا الجماهير في فرع مدينه نصر برضو متاهبه لمتابعه اللقاء المرتقب.